مر شهر على اجتماعنا مع عبد العزيز، اشوف ما حرك ساكن ولا سوى شيء. وين المفروض انتوا اللي تسوون قبل؟ بترد على هالاغنيه الماسخه؟ قلت لك اياها قبل، ترى انت مصر تسمع الاغاني اللي تطربك واللي على هواك حتى لو كانت نشاز. من الاخر يا مايد، رجعوا لعبد العزيز كل شيء اخذته من وراه، صدقني ثاني يوم بيتحرك وبيسوي. سلامتك، نجوم السماء اقرب له. اذا هذا ردك ايش ناوي تسوي؟ انت اللي بتسوي. انا اللي علي سويته، ذوبت الجليد وقصرت المسافات وخليته يجتمع فيكم. اللي بتسوي الحين هو المهم، دام اللي سويته قبل ما ياب نتيجه. انت مو بخونا ولك في ورث ناصر بن ناصر مثلنا؟ احنا قررنا نفض الشراك اللي بيننا وبين عبد العزيز، وكل واحد يروح في طريقه. وانا مالي راي؟ هذا احنا قلنا لك. هالكلام معناه ان انتوا الاثنين بالتفقيه، ورايي انا تحصيل حاصل. واذا قلت لكم لا، انا مو موافق على كلامكم واتفاقكم. بتقول لا حق اخوانك اللي اكبر منك؟ بتبيعنا وتشتري رضا عمك هالشايب العايب المخرف؟ ظهر انت اللي خرفت يا مايد. انت نسيت اخر عقد جديد عقب ما عدلنا القديم، انا صغته بتكليف من ابوي الله يرحمه، واهم بند فيه واللي كلكم موقعين عليه يمنع عليكم فك الشراكه ما دام واحد من الشركاء الاساسيين الكبار على قيد الحياه. ابوك مات الله يرحمه، لكن عبد العزيز ما زال حي، يعني لو تسوي المستحيل ما راح تقدر تفك هالشراكه الا اذا ذبحت عبد العزيز. اذا تم على عناده ويبس راسه والله لا سويها. صدق معورة قلبي وكاسر خاطري هالعنود. انت شايف الساعة كم؟ وللحين ما رجعت من المكتب من طلعتها معانا الصبح. وانت قشيمة عن العنود يعني؟ هذه موتها وحياتها الشغل، دافنة نفسها فيه، ومن زود عشقها للشغل رافضة حتى الزواج رغم محاولاتي معاه، إلين يأست وتركتها على كيفها. عبد العزيز ما اختلفنا، بس لا تحمل العنود فوق طاقتها، حرام. أنا ما عندي إلا أنتو الثنتين اللي شايلين الشغل. العنود تقول لي لا تحمل هند فوق طاقتها، وأنتي تقولين لا تحمل العنود فوق طاقتها، وأنتو ثنتينكم ما تبوني أشيل شيء من الحمل. ترى احترت وياكم أنا. لا انت كذي تزعلني منك، الحين ما قدامك الا احنا الثنتين؟ انت مخلف من ظهرك سبع قدها وقدود ويشيل. لا ما نسيته، بس هو وين؟ سافر وقال عدولي على اساس سفرته كم يوم يغير جو، والحين صار له شهر ما سمعنا حتى صوته الا مره واحده اول ما وصل هناك. سعود وتعرف عوايده، اذا سافر ينقطع عن الدنيا، ما يحب يتصل بحد ولا يبي حد يتصل فيه. وبعدين سفرته ترى ما تطول، ان طولت يعني شهر، واذا ما رجع باكر بيرجع اللي عقبه. عبد العزيز مثل ما قلت لك، ولدك علاج الشغل، لازم يلتهي في الشغل شوي عشان ينسى، وبعدين في نفس الوقت تخفف شوي الحمل عن العنود. مسكينه 24 ساعه قاعده بالمكتب، ارحمها شوي. صدقيني العنود بتفرح، ليش انك شايلة همها وتفكرين فيها وايد. اي كله ولا العنود، ما ارضى عليها بصراحة، عاد هذه العزيزة الغالية. خلاص شورج وهداية ثورة، بنريح العنود علشان ما تزعلين، وبنحمل سعود الشغل علشان نلهيه وننسيه. من يرجع سعود بالسلامة بطلع قرار جديد، بقسم الشغل بينهم بالنصيب.
جزاك الله خير يا بنتي. هني وعافية عمي. الله يسقيك من شراب الجنة إن شاء الله. آمين وياك إن شاء الله. عاد أحس مشي الطلاق. يا عمي هذه طلاق. وين طالع الشمس اليوم؟ مغير عادتك من سمعت سالفة أمك من نواف وانت تريق ويانا وما نشوفك إلا على الغداء. يلي إذا ما تبين أقعد معاكم ترى عادي برجع غرفتي. أنا ما بيك تقعد. أنا لو الود ودي تقعد وياي 24 ساعة ولا حطك حتى على راسي. راسك سالم يا يدي. قول لي شحق مغير عادتك؟ شو السالفة؟ شو عندك؟ يا جاوب أمي أحلام على سؤال سألتني هي أمس الصبح. ول شو السؤال هذا اللي تفكر فيه يوم كامل؟ غلجه صعب لهالدرجة؟ هي أمي أحلام أنا أبي أدور عليها. دور على منو؟ يدور على أمه ناتاليا. ليش نواف قال لك شيء جديد غير اللي قال لنا؟ لا يا عمي احنا سمعناه وعرفناه من نواف ان امه مالها طريق معروف. كانكم تدورون عومه ببحر، شلون بتلقونها؟ عمي بندورها في الكمبيوتر. كمبيوتر؟ وهالكمبيوتر مالكم هذا يلاقي الناس الضالين؟ مو كل وقت يا عمي، هي محاوله يا تصيب يا تخيب. طلال قم هات اللابتوب وأنا بايب صورة أمك ناتاليا. عن إذنك عمي. وأنا بعد بقوم أصلي ركعتين الضحى وبدعي ربي إن الله يسخر لكم ساحركم هذا يلاقي لكم اللي تدورون عليه. تعال يا ابني تعال. كمبوتر. هنشوف. يا الله. يلا.